يجوز إعطاء النقود في زكاة الفطر؟ هذا السؤال ديال واش يقدروا نعطيو زكاة الفطر بالفلوس، واش جائز نخرجوا الفلوس في زكاة الفطر؟ هذا سؤال كثر عنه النقاش وكثر عنه الخلاف والقيل والقال والصداعات والمشاكل. كل عام واحد عنده 60 عام، كل عام كيسول واش غنخرج الفطره بالفلوس ولا غنخرجها بالزرع. 60 سنه مازال ما قال الجواب، وهذا راه مشكل. انا غنعطيكم الجواب باختصار، وهذا الجواب راه ما غاديش يحسم الخلاف، الخلاف راه كاين، ولكن غنعطيكم شي اقوال وشدهم انت واسمعهم ودير اللي عجبك. الا خرجتي زكاه الفطر، الا خرجتيها بالطعام، بالدقيق ولا القمح ولا الشعير ولا الرز ولا الذره ولا اللان ولا الزبيب ولا التمر، زكاتك صحيحه باجماع العلماء. نتمنى تفهموا هادشي اللي قلت دابا. الا خرجتي زكاه الفطر من الطعام، هذيك الزكاه ديالك صحيحه باجماع جميع العلماء على اختلاف مذاهبهم، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، كلهم إلى خرجتها بالطعام صحيحة لا نقاش فيها، لأن طبقتي داك الشيء اللي طبق النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج زكاة الفطر 9 سنوات 9 مرات، وكان يخرجها بالطعام، والصحابة بعد منه عاشوا تقريبا 100 عام وكانوا يخرجونها بالطعام. وإذا أخرجتها بالنقود، إذا أخرجتها فلوس، فهي زكاة غير صحيحة عند أكثر وأغلب العلماء. جمهور العلماء قالوا لا يجوز إخراج النقود في زكاة الفطر. إذا أخرجتها بالنقود صحيحة على مذهب أبو حنيفة فقط، ومعه بعض التابعين حسن البصري وعمر بن عبد العزيز. أما العلماء ديال الأمة في القرن الأول الثاني الثالث الرابع الخامس حتى الزمن ديالنا، لأن بعض الناس يقول لك راه في زمن الرسول ما كانوش فلوس، هذا الحكم راه ماشي في زمن الرسول، في زماننا كذلك، قالوا لا يجوز إخراجها بالنقود. لذلك اختار أنت اش بغيتي. بغيتي تخرجها وتخرج من الخلاف بالنقود بالطعام، الله يسخر لك. بغيتي تخرجها بالنقود راك داخل دائرة الخلاف، ما غنقولكش ما دايزاش ما صحيحاش، ولكن أغلبية العلماء يقولون بعدم جوازها. المصلحة ديالك أنت هو الزكاة تاعك تقبل، وإلا بغيتيها تقبل خرجها بالطعام بلا ما تدخل في الصداعات، بلا ما تدخل في النقاش. وإلا بقى فيك هذاك المسكين وبغيتي تعاونو، الله يجازيك بخير مزيان، غتعطيه الطعام وزيد ليه شي حاجة من عندك، ما عندك ما تزيد ليه اعطيه الطعام، داكشي باش كلفك الله. الله لم يكلفك ان تجتهد مع وجود النص، لان علاش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم عين الاجناس، وهذه حقائق لغويه دلالاتها قطعيه. القمح هو القمح، البر هو البر، الشعير هو الشعير. ما الفائده من تعيين هذه الاجناس اذا كان الناس يخرجونها بالنقد؟ وما الفائدة من تحديد هذه الأجناس إذا كان غيرها يجزي؟ فهذه حقائق شرعية، عفوا حقائق لغوية، ودلالتها على المسميات بها دلالة قطعية. فالمقاصد لا يمكن أن تدخل في هذا الباب، لأن واحد الباب فيه نصوص واضحة. فمن أراد أن يخرجها فليخرجها من الطعام، ومن أراد أن يدخل في الخلاف وأن يقلد من يثق فيه في دينه فلو ذلك. أنت كتثق في واحد العالم وفي العلم ديالو وانت مقلد وقال لك خرجها بالفلوس راه صحيحه خرجها، وبذلك افتى ويفتي المجلس العلمي الاعلى في المغرب، بذلك يفتي المجالس العلميه في المغرب كلها تفتي باخراج القيمه، وعندهم مناطات وعندهم اعتبارات. حنا ما غنقولوش باطله، ولكن راه دخلتي في الخلاف، قلتي هذوك الناس وتقتي فيهم، هما اهل الثقه، راه علماء ماشي جهاله، باش نطويو هذا الخلاف ما نبقاوش مصدعين رؤوسنا في هذا الشيء. المهم هو إخراج زكاة الفطر. أخرجتها من الطعام فهي مجزئة بإجماع العلماء، أخرجتها من النقد نرجو أن تكون إن شاء الله مقبولة،
وأن تكون إن شاء الله عز وجل في ميزان حسناتك. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا.